رغم الاعتراضات، قانون الانتخابات المحلية يتصدر أعمال جلسة البرلمان، ونواب يرجحون إتمام قراءته الثانية. لتورطهم بسرقة القرن، أوامر قبض وحجز أموال لمسؤولين كبار بحكومة الكاظمي يتصدرها علي علاوي وراء الجوحي. باعتماد نسبة 14%، اتفاق شبه نهائي بين بغداد وأربيل بشأن الموازنة، وتوافق سياسي على تمرير القانون. تتابعون أيضا في نشرتنا: رئيس الوزراء يوجه برفع سمة الدخول عن المواطنين اللبنانيين، بغداد تباشر بالإجراءات، وبيروت ترحب بالقرار. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. والبداية نيابيا، إذ يعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسته الاعتيادية بجدول يتضمن قراءة 5 مشاريع. الدائرة الإعلامية البرلمانية ذكرت أن جدول الأعمال يتضمن 5 فقرات، أهمها قراءة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، ومشروع التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء، فضلا عن قراءة مشروع التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ومشاريع أخرى. في الأثناء، كشفت النائب عن محافظة البصرة زهرة البجاري عن اتفاق القوى السياسية في إكمال النصاب القانوني لجلسة البرلمان اليوم وإجراء القراءة الثانية لمقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات. وأكدت البجاري مضي البرلمان بعقد جلسة اليوم واتفاق القوى السياسية على إجراء القراءة الثانية لمقترح قانون سانت ليغو، مضيفة أن الوضع السياسي يتطلب الإسراع في تعديل قانون الانتخابات المحلي. تحول الخلافات السياسية دون إتمام القراءة الثانية لمشروع قانون الانتخابات بسبب الجدل الدائر على نظام توزيع المقاعد في ظل مخاوف عودة مسلسل الاحتجاجات الشعبية. يتواصل النقاش حول قانون الانتخابات بين القوى السياسية، فبالرغم من قراءة البرلمان مشروع هذا القانون قراءة أولى، إلا أنه لم يتمكن من إتمام القراءة الثانية والتصويت عليه بسبب الخلاف على نظام توزيع المقاعد النيابية ما بين سانت ليغو القديم 1.7 والمعدل 1.9. مراقبون يتوقعون أن استمرار الخلاف السياسي سيفجر احتجاجات شعبية ضده. أعتقد أن المشاركة ستكون متدنية إلى أقل من 10%، لذلك على الأخوة في الإطار أن يضعوا في حسبانهم إرادة الشارع العراقي، إرادة الناخب العراقي، وأن لا يذهبوا لقوانين في هذا الوقت تحديدا تثير حفيظة المواطن. فالذهاب إلى قانون إقرار الموازنة، القوانين التي معلقة اليوم في داخل قبة مجلس النواب، أنا باعتقادي أهم، والعمل والنجاح هو الذي سيجعل من الأحزاب فائزة، وليست لغة الأرقام والتعديل في سانت ليغو أو غير سانت ليغو. بينما ترفض قوى سياسية أخرى ولا سيما الناشئة العمل بنظام سانت ليغو والعودة إلى نظام الدائرة الواحدة، بل الإبقاء على نظام الدوائر المتعددة كونه أتاح لها الوصول إلى البرلمان، وإنما كان من الاعتراض تكمن في الخشية من هيمنة الأحزاب الكبيرة على عدد المقاعد سواء في مجالس المحافظات أو مجلس النواب. قانون سانت ليغو مثل ما تعرفون حسب التجارب السابقة أثبت فقط لهيمنة الأحزاب والكتل الكبيرة، ولم يسمح لأي مستقل أو حزب ناشئ من الوصول تحت قبة البرلمان، وبالتالي احنا اليوم رافضين هذا الشيء، وتم جمع تواقيع أكثر من 70 نائب لغرض إلغاء هذا المقترح المقدم، لأن احنا نعتقد بأن القانون رقم 9، قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 هو قانون أنصف نوعا ما الحركات الناشئة والمستقلين أن يوصلون تحت قبة البرلمان. وتطرح فقرة القراءة الثانية لتعديل قانون الانتخابات للمرة الثالثة داخل جدول أعمال مجلس النواب بسبب عدم تمكن القوى النيابية من إيجاد صياغ توافقية لتمريره تحت قبة السلطة التشريعية.
وستتضح خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب إذا ما كانت للقوى السياسية إمكانية في الوصول إلى صياغ توافقية لتمرير قانون الانتخابات، أم ستأخذ به الخلافات إلى شوط جديد من التأجيل. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد. أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية أوامر قبض وتحر بحق 4 من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية. وذكر بيان لهيئة نزاهة أن الأدلة الجديدة أشارت إلى تورط عدد من الشخصيات في الحكومة السابقة بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبية، موضحا أن أوامر القبض صدرت بحق كل من وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي ومدير مكتب الكاظمي رائد جوحي وسكرتيره الشخصي، فضلا عن مستشاره السياسي مشرق عباس، وتم حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة. من جانبها، كشفت لجنة النزاهة النيابية عن تورط 31 متهما بسرقة الأمانات الضريبية سرقة القرن، بينهم شخصيات شغلت مناصب رفيعة في الحكومة السابقة. عضو اللجنة علي تركي طالب بإجراء تحقيق معمق لكشف جميع المتورطين في هذه السرقات، لافتا إلى أن التحقيقات الحكومية والقضائية مستمرة حول ملف سرقة الأمانات الضريبية لاستعادة الأموال المنهوبة كاملة ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة. في آخر ما وصلت إليه المباحثات بشأن الموازنة الاتحادية، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني توصل حكومتي المركز والإقليم لاتفاق شبه نهائي يقضي باعتماد نسبة 14% كحصة لكردستان العراق في الموازنة. عضو الحزب جي آي تيمور ذكر أن المفاوضات بين بغداد وأربيل بشأن موازنة 2023 قطعت أشواطا مهمة وتحتاج الوضع اللمسات الأخيرة. ولفت تيمور إلى أن الاتفاق يقضي باعتماد نسبة 14% للإقليم وفقا لإحصائيات وزارة التخطيط والبطاقة التموينية. في الأثناء، كشف نائب عبد الأمير المياحي عن وجود توافق محسوم بين القوى السياسية على تمرير مشروع قانون الموازنة حال وصوله إلى البرلمان. المياحي أوضح أن المشروع سيتضمن فقرات عديدة كالبرامج الخدمية والتنموية وإنصاف العقود الذين لم يتم تثبيتهم خلال الفترة الماضية، داعيا الحكومة لسرعة إنجاز القانون وأرساله للبيت التشريعي للمضي بتشريعه، خاصة وأن العام الماضي انقضى دون موازنة. تواصل أسعار صرف الدولار مقابل الدينار الارتفاع في البورصة المحلية، وقال مراسلون أن بورصتي الكفاح والحارثية سجلتا صباح اليوم 155,300 دينار لكل 100 دولار. وأضاف أن سعر البيع بمحل الصيرفة بلغ 156,500 دينار، فيما بلغ الشراء 154,500 دينار لكل 100 دولار. هذا وقرر مصرف الرافدين إيقاف الإيداع النقدي للدينار في منفذ مطار بغداد لغرض شراء الدولار. المصرف في بيان أوضح أن قرار الإيقاف سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الأحد، وأن الاقتصار على إيداع الدينار سيكون في فروع شارع فلسطين، ساحة الفردوس ودور الضباط والمشتل والمحيط والرافعي وأيضا المعرفة، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من عملية الإيداع فإن على المسافر استلام الدولار في منفذ المصرف بالمطار حصرا. يواصل الدولار ارتفاعه غير آبه لقرارات البنك المركزي في ظل مطالبات شعبية للحكومة بالقضاء على المضاربين والمهربين. على اختلاف القرارات التي تتخذ من قبل الحكومة الحالية للسيطرة على سعر الصرف في السوق،
إلا أنه ما يزال يرتفع تدريجيا، فتوجيه البنك المركزي لكافة المصارف بالتعامل بالسعر الرسمي فضلا عن إلزام الدوائر والوزارات بالالتزام بضوابط البنك المركزي، توجيه لربما واجه عقبة المضاربين بالدولار والمستفيدين من قرار الارتفاع في السابق، فالحكومة هنا باتت ملزمة بإعلان حربها ضد المتاجرين بالعملة والمهربين بغية فرض إرادة القانون والتعامل بسعر البيع والشراء الرسمي. سيطرة مطلقة أنا أقول لك لا، ولكن سيطرة نسبية موجودة. الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها حقيقة، متابعة ومراقبة، ويتم يعني التأكيد على هذا الموضوع من خلال زيارات مفاجئة لكل الصيرفات، وأيضا متابعة لحركة الدولار في الشارع من قبل كل الأجهزة المختصة اللي موجودة عندنا في المحافظة. هذا نقول بالمطلق يعني، ولكن تحدث حالة أو حالتين أو مجموعة حالات هنا وهناك، هاي الموضوع وارد يعني، نحاول قدر المستطاع ننهي هذه العملية بشكل مطلق. التذبذبات ما بين قرار البنك وإجراءات المصارف لحسم التخبطات ما بين صعود وانخفاض للأسعار لامست حياة المواطنين بشكل مباشر، أما الأسباب التي كشفت حصولها مؤخرا وبحسب تصريحات نيابية تعود إلى تأخر إقرار الموازنة، مما أدى إلى ضخ مبالغ كبيرة في السوق يرافقها بدء البنك المركزي بضخ مليوني دولار في اليوم ابتداء من الأسبوع القادم. ثاني عندي فلوس أريد أصرفها، أجي لأبو الصيرفة يقول لي 154، شو تسمع الإذاعات يقولون بالمصرف 130، ماكو هيك تناقض بين أبو الصيرفة وبين المصرف. زين المصرف هسه أنا أروح من أطب عليه وأقول له يا بدل عندي مليون أريدك تصرف لي دولار، مين ما يصرف لي يعني؟ من نذهب إلى المصارف أو نذهب إلى الصيرفات الموجودة وخصوصا في بلدتنا الحلة شارع 40 بالذات، فما لقينا هذا السعر. يعني لاحظ السعر بعد على 50 وال51 و52 وبالخفية. فجوة الفرق بين سعر الصرف في السوق والسعر الرسمي بدأت بالتصاعد، حيث وصل الفرق ما بينهما من 15,000 دينار عراقي إلى 20,000 دينار، مشكلة تجذرت على مدى سنة كاملة من ارتفاع سعر صرف الدولار على الدينار العراقي. زيد الشهيب، الرابعة، بابل. إذن مشاهدينا الكرام، بالعودة للحديث عن جلسة البرلمان ينضم إلينا رئيس كتلة الحقوق النيابية النائب سعود الساعدي. أهلا ومرحبا بك سيادة النائب، ضيفا كريما على شاشة الرابعة. بدءا سيد سعود، يعني جلسة منتظرة اليوم لمجلس النواب وتعديل قانون الانتخابات المحلية هو على رأس جدول أعمالها، نتحدث عن هذا القانون، هل تم الاتفاق على إتمام قراءته الثانية أم ما زال الخلاف مستمر إلى الآن؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولكل مشاهديكم الكرام. أهلا بك. يعني لا يوجد اتفاق نهائي على طبيعة، فقط الصوت راجع علي. لا يوجد اتفاق نهائي على طبيعة التعديل الثالث لقانون الانتخابات الجديد، لكن هناك توجه عام لدى مجلس النواب وبالذات القوى المشكلة للحكومة العراقية على قراءته قراءة ثانية وفتح باب المناقشة للقانون، ووصولا في أقرب وقت إلى قراءته قراءة ثالثة ومن ثم إقراره. القراءة الأولى لهذا القانون جوبهت باعتراضات من بعض القوى العراقية، بعض القوى الصاعدة وكذلك مجموعات من المستقلين. وكانت الاعتراضات على مسارين، الأول اعترض على أصل القانون سانت ليغو 1.9، والآخر اعترض على بعض المضامين داخل القانون. شكلت لجنة من القوى المعترضة لدراسة ملاحظات هذه القوى وتقديمها إلى قوى ائتلاف إدارة الدولة للوصول إلى صيغة وسطى قدر الإمكان. واضح. طيب سيادة النائب، وأنت تتحدث، يعني لماذا هذا الإصرار الكبير على تعديل قانون الانتخابات برغم الاعتراضات عليه التي ذكرتها؟ من الطبيعي أن تكون هناك اعتراضات ووجهات نظر مختلفة ومغايرة للتوجهات العامة،
وليس بالضرورة أن القوى السياسية تتفق بالمطلق على كل شيء. بالتالي هناك مجلس نواب وآليات تصويت وقراءة للقوانين ومن ثم إقرارها من عدمها، ومن حق أي طرف أن يعبر عن رأيه. الحجة الأساسية والمبرر الأول للقوى السياسية التي عدلت القانون وتسعى لإقراره هو تحقيق الاستقرار السياسي. نعم. بعد مرورنا بتجربة انتخابية في 2021 تركت آثار وانعكاسات سلبية ولم تؤسس لاستقرار سياسي في العملية السياسية، وإن كان هذا الاستقرار هو بالعموم وفي الغالب تعتقده هو السمة البارزة المفروضة في العملية السياسية، لكن نسبة الاستقرار هذا القانون أكثر من غيره وإن كان ليس بصالح القوى الصاعدة. أحسنتم. طيب سيد سعود، يعني وفق هذه المعطيات المذكورة من قبل جنابك الكريم، يعني ما مصير جلسة اليوم؟ هل ستعقد ستؤجل؟ الجلسة يبدو أنها ماضية باتجاه الانعقاد وباتجاه القراءة الثانية لهذا القانون، رغم وجود بعض الاعتراضات من بعض القوى السياسية التي لم يتم استيعاب أغلبها، يعني أغلب المعترضين يعني تم استيعاب واحتوائهم ببعض الدرجات والتعديلات، لكن هناك قوة سياسية ما تزال رافضة لأصل القانون كما جزيل الشكر لك على كل هذه التوضيحات. كنت معي رئيس كتلة الحقوق النيابية النائب سعود السعدي. وجه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني برفع سمة الدخول عن المواطنين اللبنانيين الذين يزورون العراق. المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي ذكر أن السوداني وجه وزارتي الخارجية والداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. أضاف العوادي أن القرار جاء بناء على العلاقات الثنائية وكذلك لوجود عدد كبير من الزوار والمستثمرين اللبنانيين في العراق. الخارجية اللبنانية بدورها رحبت بقرار العراق لرفع شرط سمة الدخول عن مواطنيها. وفي بيان لها أشارت الخارجية إلى أن قرار رفع سمة الدخول جاء بعد متابعات حثيثة شارك فيها إلى جانب سفارة لبنان في بغداد عدة مسؤولين لبنانيين مع القيادات السياسية العراقية، توجت بتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني برفع سمة الدخول تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. وجه محافظ كركوك رئيس اللجنة الأمنية العليا راكان الجبوري بفتح تحقيق عاجل بحادثة اغتيال مدير دائرة جبهة التركمانية السابق. وقال الجبوري إنه تم توجيه القوات الأمنية بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها وتقديم منفذي عملية الاغتيال إلى القضاء، مشددا على عدم التساهل في هذا الخرق الأمني. هذا وكانت محافظة كركوك قد شهدت يوم أمس اغتيال مدير دائرة الحمايات للجبهة التركمانية السابق. وقال مصدر أمني في المحافظة إن عبوة ناسفة تم زراعتها من قبل مجهولين استهدفت منزل أحمد طاهر المديرة السابقة لدائرة حمايات الجبهة التركمانية، ما أدى إلى مقتله على الفور، ولم يكشف المصدر المزيد من المعلومات عن الحادثة أو الجهة التي تتبناها. في السياق، تمكنت القوات الأمنية من قتل 3 إرهابيين في قضاء هيت بمحافظة الأنبار. وأكد قائد عمليات الجزيرة اللواء ركن كثير عبد الرحمن أن قطاعات اللواء 29 تمكنت من القضاء على الإرهابيين 3، بينهم انتحاري في عملية نوعية ووفق تخطيط مسبق. تمكنت قيادة عمليات الجزيرة وبإشراف قائد العمليات مباشرة من قتل 3 إرهابيين من ضمنهم انتحاري في قاطع
التوحيد المتمثل بقطاعات لواء 29. كانت العملية وفق تخطيط مسبق لها، والعمل ما استمر من قبل كافة القطاعات الموجودة ضمن القاطع. وضعت الخطط ولمدة 5 أيام، العمل متواصل ليل مع النهار، وكانت العملية نوعية جدا. وكان المهم بهذه العملية هو تحقيق هدفين. الهدف هو الأول هو أخذ الثار شهدائنا اللي يوم 26/2/2023 اللي تم الاعتداء عليهم من قبل العصابات الشرذمة الموجودة ضمن القاطع، تمكننا من قتلهم جميعا وأخذ الثار بهم. تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 10 عاملات خدمة من جنسيات مختلفة بعد إخماد حريق كبير اندلع داخل حسينية في منطقة الكرادة وسط بغداد. وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان أن فرق الإطفاء طوقت النيران ونجحت بالدخول وسط بناية الحسينية المحترقة، وتمكنت من إخراج العاملات بعد أن اضطرت إلى كسر الأبواب منهية أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل خسائر بشرية. في ملف الخدمات، أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني توجيهات بشأن مشاريع مجاري بغداد الاستراتيجية ومستشفيي الشعب والحرية. وبحسب محافظ بغداد محمد العطا، فإن السوداني وجه بإكمال مشروع المجاري الاستراتيجي بالإضافة إلى إكمال المشاريع المتعلقة بالمستشفيات المتلكئة ومنها مستشفى الشعب ومستشفى الحرية، فيما أشار إلى التوجه لدراسة شمول مناطق الطارمية بالجهد الخدمي. إلى ذلك، أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات بن كينري كاني أن المباشرة بتنفيذ المشاريع 19 لفك الاختناقات المرورية ستبدأ بعد 2 شهر من الآن. ريكاني أشار إلى أن وزارة الإعمار وأمانة بغداد ستشرفان على تنفيذ المشاريع، مبينا أن بعض المشاريع سيتطلب العمل بها 24 ساعة لإنجازها، ويتطلب كل مشروع من 9 إلى 18 شهرا لإكماله، مؤكدا أن حكومة رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني متصدية لحل مشكلة الاختناقات المرورية. من جهتها، أعلنت وزارة التخطيط تقديمها خريطة طريق حول واقع الخدمات المقدمة في مجال إكساء وإنشاء وتنفيذ الطرق والجسور وإعادة تأهيلها في عموم العراق. وذكر بيان للوزارة أن لجنة رفيعة المستوى أعدت تقريرا يضم جملة من التوصيات، بينها إنشاء صندوق لصيانة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان يمول من النسب المقطوعة من الرسوم المجبات لصالح أعمال الطرق التي تشمل إيرادات محطات الوقود ومحطات الوزن ورسوم المستفيدين. مشاريع استراتيجية من المؤمل أن تنطلق هذا العام لفك الاختناقات المرورية في بغداد، إذ يترقب الشارع تحقيقها وأن لا تكون حبرا على ورق كسابقاتها. أكبر حزمة أطلقتها الحكومة خلال العام الحالي لفك الاختناقات في العاصمة بغداد، وستكون على مراحل ويبدأ العمل فيها في شهر نيسان العام الجاري، وسيتم تطوير واستحداث الطرق والجسور والمجسرات في جانبي الكرخ والرصافة، وستتم صيانة الطرق الخارجية وربط بعض المناطق في العاصمة بالطرق الخارجية. والله يعني خلال 4 أشهر شفنا اكو تغير على يعني على ارض الواقع، يعني بحي جهات كانت منطقه مهمله. شاهد الان من اجى السيد رئيس الوزراء استلم المنصب باذن الله هو اهل له، اكو عمار كبير، اكو خدمات نلاحظها، حتى العامريه، الغزاليه، الحريه، يعني باذن الله تعالى الوضع مستقر. اليوم استحداث الطرق وتبليط الشوارع وبالإضافة إلى تكون خدمات إيجابية تخص المواطن، هذه تكون نقطة تقريب
الحكومة تكون قريبة على المواطن، النالة تكون نقطة إيجابية ويوم وضع ثقة المواطن بالحكومة الحالية من خلال تقديم هذه الخدمات. جملة المشاريع هذه ستنفذها مجموعة من الشركات العالمية المهمة، ومع الترقب الشعبي لتنفيذها إن الحكومة حذرت من أي مسعى لأي جهة تحاول عرقلة تنفيذ تلك المشاريع. رئيس الوزراء ملزم أمام الشعب العراقي بتنفيذ هاي المنهج الوزاري، وأكيد كان يوم البارحة كان لديه رؤية استراتيجية مدى البعيد حول وضع عالية لفك أول أولوياته وفك الازدحام المروري في داخل بغداد. أنت تعرف اليوم الاختناقات المرورية موجودة في داخل بغداد، وقلة الشوارع وكثرة السيارات وكثرة، هاي أحد المشاكل التي لم يلتمسها المواطن من قبل الحكومة. كان لدى رئيس الوزراء آلية ووضع خطط استراتيجية مع وزير الإسكان لأول أولوياته وفك هذه الاختناقات. وتنفذ الحكومة منذ أشهر جملة من الإجراءات لمواجهة الازدحامات المرورية كفتح بعض الطرق أو رفع عدد كبير من نقاط التفتيش، إلا أن العاصمة لا زالت تشهد اكتظاظا في المركبات، يغلق الشوارع منذ الصباح حتى أوقات متأخرة من الليل. من بغداد، حيدر نصيف، قناة الرابعة. زحامات مرورية خانقة تشهدها النجف الأشرف، والأسباب توسطت بين تزايد أعداد المركبات ومشاريع الإعمار التي تستغرق سنوات لإنجازها. يواجه العراق تحديا كبيرا بسبب استيراد المركبات غير المقنن، حتى باتت الاختناقات المرورية تشكل عائقا أمام المواطنين بشكل يومي. مركبات كثيرة وجاي يستردون بسيارات بدون ما يحسبون حساب الشارع هذا. مدينة النجف شوارعها صغيرة، زخم السيارات هواية، عدد هواية سيارات هواية، والشوارع قليلة يعني ضيقة ما تتحمل السيارات. محافظة النجف باشرت بتنفيذ حملة كبرى لفك الاختناقات المرورية عبر مشاريع تستوعب أكثر عدد من المركبات ضمن توجه حكومي لمعالجة مشكلة الزيادة المفرطة في أعداد المركبات التي تنفذها، قد يستغرق وقتا مما زاد من إرباك الحركة المرورية. عندنا رؤية بهذا الجانب، أخوانكم رجال المرور باشروا بإعداد خطة خاصة لكل منطقة تشهد زخم مروري. احنا بالحقيقة نطالب او بالأحرى ان نزيد مطالبنا بتوسعة الطرق حتى تستوعب أعداد المركبات اللي تجوب شوارع المدينة. التشكيلات الوزارية الأخرى تحاول جاهدة وضع معالجات لاستيعاب هذه الزيادة عبر تنفيذ مشاريع لتوسيع الطرق، فضلا عن زيادة أعداد محطات التعبئة لمواكبة حاجة المركبات من الوقود. مع زيادة أعداد السيارات الداخلة للعراق والمسجلة في العراق، اتخذت وزارة النفط العديد من الخطوات، من عدها زيادة أعداد المحطات، ومن عدها زيادة السعة لكل هذه المحطات. طبعا هذا ما ممكن أن يتم بين ليلة وضحاها، لأن هذه يراد لها تخصيصات مالية، وأيضا يراد لها جهود أعمال هندسية فنية تفصيلية أيضا. ورغم دعم كل الحلول والمعالجات لحل مشكلة الاختناقات المرورية، تبقى البلاد بحاجة إلى قوانين تقنن أعداد المركبات سنويا. محطة أخرى مهمة تضاف إلى المحطات المتطورة في البلاد، تضم منافذ متنوعة، خصوصا إنها تقع على طريق يشهد زخما مروريا باستمرار خلال الزيارات المليونية، وبحاجة إلى مزيد من الخدمات. تحسين الشيخ الرابعة، النجف الأشرف. بعد أن كان مقصداً لكبار الفنانين العرب خلال القرن الماضي، أضحى مسرح الهلال في شارع رشيد اليوم أشبه بكتلة من الركام حاله كحال باقي المباني التراثية في بغداد. شيئاً فشيئاً تختفي هوية بغداد وتراثها يندثر. مسرح الهلال في شارع الرشيد وسط العاصمة، تتهاوى أعمدته وتسقط أجزاء من ذاكرته العتيقة.
هنا في هذا المبنى المتهاوي على عروشه غنت أم كلثوم وناظم الغزالي وسلمى مراد وغيرهم من فناني القرن الماضي. وأما الآن أضحى طللا تخشى الناس المرور من تحت سقفه غير الآمن. لكن هذا لا يمنع أبو يوسف الرجل البغدادي من التقاط صور تذكارية ومشاركة طفله الصغير ذاكرة طويلة تملؤها مسرات وأوجاع المدينة. هذا أولا مكان تاريخي مهم جدا، عرفت لولا مكان تاريخي مهم. اجت هنا السيدة أم كلثوم غنت، اجت نجاة الصغيرة، اجت فائزة أحمد، عرفت لولا مطربين آخرين، اجى عبد الحليم حافظ بنفس الوقت هم اجى. أنا ذاك كان الرئيس عبد السلام عارف استقبل عبد الحليم حافظ. وبالنسبة للجميع فكرة تلاشي المباني التراثية والمسارح هي تجسيد للإهمال والخراب، فالدعوات لتأهيل مسرح الهلال من قبل المواطنين والمثقفين قائمة، فضلا عن تحميل أمانة العاصمة المسؤولية. هواي حذرنا منه وإهمال متعمد من قبل أمانة بغداد، طبعا هي المسؤولة على هذا الموضوع. وليس ببعيد عن المبنى المتساقط يجلس نجم الشقمشي في محله القديم، وهو يحتفظ ببقايا صور واسطوانات تعود معظمها لأيام شكلت جزءا أصيلا من تراث بغداد. هذه صورة أم كلثوم بزيارتها للعراق إلى بغداد سنة 1932، والتي أقامت بها عدة حفلات في فندق ومسرح الحلال اللي هو هسه حاليا اللي قايل للسقوط. وعلى الرغم ما تحمله هذه الأبنية التراثية من أهمية كبيرة بالنسبة للعراقيين، إلا أن الإهمال الحكومي يخيم على المكان أكثر من الخراب الذي لحق به وبغيره من الصروح والمعالم الثقافية والتاريخية. فقار فاضل، بغداد الرابعة. أكثر من 100 معمل طابوق في واسط أوصدت أبوابها بعد تقنين حصة الوقود، الأمر الذي تسبب بتسريح المئات من العاملين في هذه المصانع. وصفت بالمجحفة، هكذا تحدث أصحاب الشاحنات في واسط عن إجراءات شركة توزيع المنتجات النفطية بعد تقنين حصتهم من الوقود، مما اضطرهم للخروج بتظاهرة مطالبين الجهات المعنية بإنصافهم. أصحاب شاحنات في واسط عموم العراق، وقع علينا ظلم كبير من شركة توزيع المنتجات النفطية، وهي تقنين الغاز والفترات اللي ممكن نستحصل بها الغاز باعدوها كل 4 أيام إلى 250 لتر نحصل. أزمة مع الغاز إحنا اللي جاي نمر بيها والحرب النفسي، يعني هاي صار أسبوع هنا إحنا متظاهرين وما وصلتنا أي جهة، لا من محافظ ولا من نائب ولا من مسؤول، وواقفين بهاي الشمس وبالتراب. لم يقف الأمر على أصحاب الشاحنات، بل تعدى ليطال قرابة 150 معملا للطابوق غلقت أبوابها بالكامل وسرح عامليها. هذا الإغلاق أجبر أصحاب الشاحنات والمعامل على مواصلة اعتصامهم حتى يتم إنصافهم. معامل 150 معمل واقفة، 150 معمل، والمعامل وبها عمل، يعني كل معمل ب 20-30 عامل، يعني هاي وقفة خطية قاعد يمها له، وهم أصحاب عوائل يحسبون له يومية، هو أجر يومي وهو قاعد يمها له، يعني حتى يعني راح تأثر على بطالة عامة يعني بالبلد. هذا اعتصام، احنا نريد نوصل صوتنا رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني وإلى الأستاذ مسؤول المنتجات النفطية، يريد ينصفنا بهذا القرار، يعني قرار نشوفه يعني يميز هذا القرار، هو عادل منصف؟ احنا هذا القرار أثر علينا، قطع أرزاقنا، وقفنا عن العمل. وبحسب مهتمين إن هذه الإجراءات ستكبد القطاع الخاص خسائر كبيرة، فضلا عن زيادة الباحثين عن فرص العمل في المحافظة. قلة الوقود في المحافظة جعلت من أصحاب الشاحنات يلجؤون إلى التظاهر أو الاعتصام مطالبين الجهات المعنية بإنصافهم. سجاد العطية، الرابعة، وسط. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. رغم الاعتراضات، قانون الانتخابات المحلية يتصدر أعمال جلسة البرلمان، ونواب يرجحون إتمام قراءته الثانية.
لتورطهم بسرقة القرن، أوامر قبض وحجز أموال لمسؤولين كبار بحكومة الكاظمي يتصدرها علي علاوي وراء الجوحي. باعتماد نسبة 14%، اتفاق شبه نهائي بين بغداد وأربيل بشأن الموازنة، وتوافق سياسي على تمرير القانون. تابعتم أيضا في نشرتنا: رئيس الوزراء يوجه برفع سمة الدخول عن المواطنين اللبنانيين، بغداد تباشر بالإجراءات، وبيروت ترحب بالقرار. إذن مشاهدينا الكرام، للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا زورونا على موقع القناة رابعة دوت تي في، وبالتأكيد على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى: فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، تيليجرام، تويتر، سناب شات، وتيك توك. شكرا لكم لكرم وطيب المتابعة، وإلى اللقاء.